إجراءات التقاضي. معنا إن أذنت لنا شيخ مشعل، معنا الأستاذ الدكتور الشيخ خالد بن عبد العزيز السليمان، أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورئيس مكتب الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للتعليق على هذا الإجراء وهذه منظومة التشريعات. مرحبا بكم دكتور خالد. مرحبا بكم وأهلا بكم والمشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيك دكتور خالد. اطلعت على تطوير منظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد في الأسبوع الماضي، في رأيك ما أهمية هذه التشريعات الأربعة في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إجراءات التقاضي عموما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا أردنا أن نسبر المنعطفات المهمة في التطوير التنظيمي لسلك القضاء في المملكة، فإن بذرة التطور النوعي بدأت بوضع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، حيث وضع هذان النظامان عام 1428 ويركزان على هيكل التقاضي في وزارة العدل من جهة وفي ديوان المظالم من جهة أخرى. ثم تهيئت هذه البذرة إلى الانطلاق بوضع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وأيضا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وهذه الأنظمة الأربعة، الأنظمة الثلاثة الإجرائية، وضعت عام 1435. ومن أهم صور التطوير في هذه الأنظمة الخمسة قصر اختصاص ديوان المظالم على المحاكم الإدارية، تقسيم المحاكم في وزارة العدل إلى خمس محاكم، جعل التقاضي ثلاث درجات. وتأسيسا على هذه الأنظمة الخمسة وفي ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، انهالت التنظيمات الجديدة كالمطر، ولا سيما الأنظمة الإجرائية واللوائح التنفيذية. وأصبح المتابعون والمعنيون بهذه الأنظمة يسابقون الزمن بمواكبة هذه التنظيمات، إذ لا يكاد المعني بهذه الأنظمة يرفع رأسه من دراسة نظام منها إلا ويصدر نظام آخر. ومع تطوير هذه الأنظمة واللوائح الإجرائية أصبحت هناك فجوة إلى حد ما بينها وبين الأحكام الموضوعية. طبعا يقصد بالأحكام الموضوعية الأحكام التي نعرف بها صاحب الحق، ويقصد بالأنظمة الإجرائية الطريقة التي نسلكها في التقاضي للوصول إلى الحق. أقول هذه الفجوة تتسع شيئا فشيئا، مما جعل مواكبة الأحكام الموضوعية للتطوير الحاصل في الأنظمة الإجرائية يمثل حاجة ملحة تصل أحيانا إلى حد الضرورة، ولا سيما المتعلق منها بتدفق الاستثمارات الخارجية. كيف ذلك؟ قبل عام 1435 كان في وزارة العدل محكمتان تمييز، إحداهما في الرياض والثانية في مكة المكرمة، وما يجري عليه العمل في هاتين المحكمتين مشهور ومتداول في أوساط القضاة والمحامين، مما يجعل من السهولة معرفة ما سترجحه هاتان المحكمتان. كما أن محاكم الدرجة الأولى في وزارة العدل لا تعد نوعين فقط، هما المحكمة الجزئية والمحكمة العامة. لكن بعد صدور نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية عام 35 تغير الحال في وزارة العدل بشكل كبير، حيث أصبح هناك 13 محكمة استئناف بعدد مناطق المملكة بدل محكمتي تمييز. والقضاة في هذه المحاكم عددهم كبير، ويحصل تغيير في قضاة كل دائرة بين فينة وأخرى، مما يجعل من الصعوبة بمكان توقع الأحكام الموضوعية التي يمكن أن ترجحها كل دائرة. وإضافة إلى ذلك أصبح الاختصاص النوعي يشمل خمس محاكم بدل محكمتين، وهي المحكمة الجزائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والعامة. ولسبر العمل في هذه المحاكم على الوجه الأمثل الذي يلبي طموح قيادتنا الرشيدة، فإن وزارة العدل ممثلة بوزيرها الفذ وكوادرها الوطنية التي نعتز بها تبذل كل ما في وسعها لمواكبة رؤية المملكة 2030، ولا سيما في تدريب الكوادر الوطنية، توفير أحدث التقنيات الحديثة، التحديث المستمر للأنظمة الإجرائية واللوائح التنفيذية، وكل ذلك لرفع الكفاءة وتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وبفضل الله ثم متابعة رجل القانون الأول في وطننا الغالي، وهو سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله،
أصبح كل مواطن وكل مقيم يستطيع الوصول إلى كثير من خدمات وزارة العدل في بضع دقائق وهو في بيته. صحيح. أو عمله أو حتى في سيارته. نعم. ولا سيما في القضايا الإنهائية التي ليس فيها خصومة بين الطرفين. نعم. لكن في ظل هذا الحراك الهائل بشكه التقني والإجرائي يبقى المتقاضيان في قلق مستمر إلى أن يصدر الحكم. لماذا؟ لصعوبة توقع الرأي الفقهي الذي ستختاره المحكمة. نعم. ما الجديد في هذه الصعوبة؟ وجود 5 أنواع من محاكم الدرجة الأولى بدل نوعين في السابق، وجود 13 محكمة استئناف بدل محكمتين، وجود 3 درجات للتقاضي بدل درجتين، وجود تسهيلات رائعة في الجانب التقني والإجرائي مع عدم مواكبة هذا التطوير في الجانب الموضوعي إذا بقي الجانب الموضوعي على ما كان عليه في السابق. إضافة إلى ذلك التطور السريع الذي يشهده العالم بشكل عام ومملكتنا الحبيبة بشكل خاص، مما يجعل من أولويات المرفق العدلي مواكبة هذا التطور بتقنين الأحكام الشرعية وتحديد الرأي الذي لا يخرج عنه اجتهاد الدائرة القضائية. لماذا؟ لكي يكون الجميع بما فيهم المستثمرون الأجانب على بصيرة مسبقة بالمواد القانونية التي لا يخرج عنها الاجتهاد القضائي، مما يجعلهم يرسمون خططهم الاستثمارية على بينة ويعرفون كيف يتعاملون بشكل قانوني مع أي نزاع محتمل. هذه العوامل وغيرها جعلت كافة المعنيين بالتقاضي في المملكة في غاية السعادة عندما تم الإعلان عن هذه التنظيمات الأربعة ويترقبون خروجها بفارغ الصبر، ولا سيما أنه تم الإعلان عنها من مهندس رؤية المملكة 2030 ولي العهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود أيده الله. طيب أستاذ خالد، حديث جميل حقيقة وتوضيح لأهمية هذه التشريعات في الأنظمة الأربعة وما سيلحقها إن شاء الله من أنظمة أخرى، لكن هل يوجد أثر لهذه الأنظمة ومثيلاتها أيضا في عملية تسريع التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة؟ لا شك، من خلال عدة بحوث توصلت إلى قناعة تامة إلى أن أحد أهم أسباب تسريع التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة أن يتفرغ القاضي للجانب الشكلي والموضوعي المتعلقان بإصدار الحكم فحسب. نعم. وأن تضيق دائرة بحثه واجتهاده في نصوص محددة ودقيقة وشاملة لعامة صور النزاع. ويحصل ذلك بتقنين الأحكام الشرعية على شكل مواد، ويبقى إبداع القاضي في الاجتهاد في ضوء هذه المواد وصياغة منطوق الحكم وتسبيبه بشكل مقنع لكل من يتوخى الحق، سواء أجرى اجتهاده على ما يسميه القانونيون بالتهيئة الظاهرة وهي الحكم الأصلي المتبادل للذهن عند تنزيل الواقع على النص النظامي القريب، أم عدل القاضي عن التهيئة الظاهرة لوجود دليل خفي أقوى لا ينتبه له إلا الفزاق من أهل الاختصاص، وهذا ما يسميه علماء أصول الفقه بالاستحسان. وبالجملة سيكون الحكم القضائي أكثر استقرارا، أكثر مصداقية، لأنه بتقنين الأحكام الشرعية سننتقل من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد المؤسسي، حيث تتبنى المؤسسة العدلية ما تراه راجحا من الأحكام الشرعية على شكل مواد عامة مجردة، ومن ثم تقوم هذه المؤسسة بشكل عام بمهمة ما يسميه العلماء الاجتهاد في تحقيق المناط العام للأحكام القضائية الشرعية. وفي الجانب المقابل يتركز دور القاضي في الاجتهاد في تنزيل هذه الأحكام العامة، هذه النصوص العامة، هذه القواعد القانونية على الوقائع الجزئية وفق ما يسميه العلماء بالاجتهاد في تحقيق المناط الخاص. جميل جميل. إذا كان القاضي هو المستفيد الأول من وضع مثل هذه الأنظمة الأربعة، نعم، بتسريع وتسهيل وصوله إلى الحكم، فإن كافة المعنيين بالتقاضي يستفيدون من خروج هذه الأنظمة ولا سيما في سهولة توقعهم للحكم، ومن ثم يبنون عليه تعاملاتهم وصياغتهم لعقودهم ابتداء. جميل. كما يسهل عليهم اتخاذ القرار عند حصول النزاع. جميل. وهو مدى جدوى الترافع امام المحكمه من عدمه
وإذا تم الترافع فسيكون عندهم اطمئنان نسبي في المسار الموضوعي الذي لن يخرج عنه اجتهاد الدائرة القضائية. وإذا كان الاجتهاد في نظام محدد وأدلة الإثبات محددة في نظام مستقل فلا شك أن ذلك كله سيسهل على المحامي والمختص إبداء رأيه الاستشاري بثقة، كما سيجعله أكثر طمأنينة عند إثبات دعواه إذا ترافع أمام المحكمة. بل إذا عرف هذا المترافع المختص النصوص التي ستكون موضع اجتهاد القاضي سيساعد هذا المختص الدائرة القضائية في معرفة التكييف الصحيح للواقعة ومن ثم سرعة البت فيها. نعم، الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز سليمان، أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورئيس مكتب الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الملك فهد أيضا للبترول والمعادن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الثرية جدا حول منظومة التشريعات الحديثة. شكرا لك دكتور خالد. شكرا لكم ولقناة المجد على هذه الإتاحة. الله يبارك فيك. أعود إليكم أستاذ مشعل، حقيقة مداخلة ثرية جدا صحيح. حول التعليق على منظومة التشريعات، إذا لديكم تعليق حول ذلك. نعم، وما ذكرها